بخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتوما بخير؟ كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في احسن الحال والاحوال. اليوم اختكم يلاه فيقني الفاكتور، معيطي ليا من البوسطة، غادا نجيب واحد الكوموند ديال اوريفلان. لا يخطي عليا بابا، ما خلاني لا نتعذب لا والو، دغيا زرب عليا، هو دايني البوسطة باش نجيبها. المهم هذا النهار عندنا هو الاول في النهارات اللي صافي ما بقى فيهم لا حجر لا حتى شي حاجه. الحياه رجعت للطبيعه ديالها، كلشي رجع هو هذاك. وباقا كنقولها البنات ونعاودها، ما تنساوش كماماتكم التزام بالقواعد ديال النظافه والابتعاد على البصيلات باش ما نوقعوش في انتكاسه الله يستر. والمهم هنا طالعه البوسطه وها نتوما معايا. هانتوما البنات، هادي هي الجريده ديالنا، جهه لاكار مع البوسطه مع داكشي. المهم انا كنوريكم المنطقه، عين تاوجطات راه معروفه وغنيه على التعريف، منطقه غزاله صراحه، من كلشي ولافه، الناس ديالها راقيين في المستوى الصراحه. انا صراحه كتعجبني، حسن شي مدينه كبيره، لا العقليه ديال الناس هنا متفتحه، المستوى ديالها راقي في المعيشه، في كلشي. المدينه نقيه مامنه، الامان بالخصوص الامان فيها، يعني خرجي حتى من وقت دخلي فوق ما بغيتي، مامنه على راسك على وليداتك على كلشي. هذا الشارع الكبير البنات ديال الدخله، راه عندنا لاكار لهي. المهم هي هذه، انا هنا معكم كل نهار نصور لكم شويه في توجطات. عين تردون على عين توجطات. المهم كيف ما قلت لكم، خديت الكوموند ديالي، دابا غنطلع الطوموبيله مع بابا ونشوفوا شنو غادي نديروا. بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي كيعجبوني حوايجك ديال الحجاب والبيسات وداك الشيء، غنشوف كي ندير نصور لكم البنات. نتوما اختكم. اوكي. يلا نزلنا البنات، نزلنا دابا باش نشوفوا خضيره نديوها معانا في الطريق، زعما ملي تدزنا للسويقه باش عاد نمشيو للدار. غنوريكم المهم الخضره وداك الشيء. المهم الحياه رجعت للطبيعه ديالها، رجعنا لكل شيء هو هذاك الحمد لله. يعني راه بزاف الناس تضررات من هذه الجلسه، ماشي لخاطرنا صراحه، راه ماشي لخاطرنا المرض، وكان بغينا ندير الاحتياط، دابا نبقاو نديروا الاحتياط والله يسهل على كل واحد، وكل شيء يستأنف هذا ديالو البيع والشراء ديالو وداك الشيء، ونبقاو ديما واخدين الحيطه والحذر، والله يسهل على كل واحد، والله يجعل ربي يعوض كل واحد باللي فيها الخير ويعوضهم على هذه الجلسه وعلى هذا الشيء اللي وقع، ولكن لكل شيء ديال الله سبحانه وتعالى ما عندنا ما نديرو. يعني الواحد كان غير محافظ على راسه ومحافظ على الغير، ماشي الواحد جلس لخاطرو، يعني ماشي توقفات المشاريع وداك الشيء غير اعتباطا، لان كانت عندنا حاله ديال المرض وباقه. يعني الواحد يحاول ما امكن يحتاط، وهذا مكان. المهم غنصور لكم شي شويه من السويقه وهذا. اما البنات الخضراء كل شيء موجود، كل شيء كاين. المهم الخضراء موجوده، التوجطات معروفه بالبصله البطاطا، كل شيء موجود في التوجطات الحمد لله، ما كينقصنا فيها حتى شي حاجه، لا ديسير لا خضراء، زعما لا حتى شي حاجه الحمد لله. التوجطات منطقه فلاحيه، منطقه استراتيجيه، زعما موجات في الوسط، المدن كامله دايره بها. وكنتمنى انكم تزوروا هذه المدينه، لانها فعلا مدينه زوينه، ماشي كبيره بزاف ولكنني نقيه. انا باش كتعجبني نقيه ومامنه، الامانه البنات، الامان الامان. هانتوما البنات، ماما وخفت الطوموبيله دايره كمامتها، هي كالوالده انت تقولي البنات يبقاو دايرين كما كما هما. ايوا دابا يا البنات يلا دخلت للدار، انا جبت الكوموند ديالي صغيوره، واول حاجه غادي ندير لها شويه ديال الكول. اختي كنخاف صراحه، واخا هما صراحه راه كيعقموا كل شيء، ولكن الواحد يحاول ما امكن يعقم الى لقى ما يعقم مزيان. المهم دابا غنحلها قدامكم، انا راه ديجا عقمتها، بغيت نشارك معكم هذا الشيء كامل نحلو. غنجيب شي موس بعدا، فيها هاد ليجيل فامونيل. المهم انا غادي نسد في هادشي كامل اللي جبت، ونوريوك الكوموند، نوريكم الكوموند، ومن بعد ان شاء الله غنشارك معكم حتى المعنات اللي كناخذو بحال هكا بثمن رمزي. المهم البنات، هذه هي الكوموند ديالي من بعد ما استفتها، ها نتوما كتشوفوا على عينيكم. هذه واحد الريحه ديال جيورداني،
غزالة هاد الريحة البنات صراحة، خرجت منها بزاف هاد الشهر، خداوها الناس لأن كان فيها واحد لوفخ زوين، خديت منها ليا والماما حتى هي. هذا السيك ديال ديفين، هذا واحد القوماج ماسك قوماج طلبات لي واحد السيدة، هذه الصابونة ديال مان الغنية على التعريف البنات اللي كتعطي واحد البياض غزال للوجه اللي كيستعمل بالنسبة للناس اللي كيستعملوها. بالنسبة لهذا لو جيل الحميمي ديال المنطقة الحساسة، يعني فيه بزاف ديال الأنواع، طلبوه لي واحد جوج ديال السيدات لينا صراحة كنستعملو وزوين كيبقى زوين حتى هو. هذا مان خديتو لخويا صراحة كادو لخويا الصغير. هادي فونتور ريحه ديال الرجال طالبه لي واحد السيده. كاين فون دو تان دو وان، عندنا القلومه، كاين دي بروموسيون هاد الشهر كانوا زوينين. هادي ماسكارا، هذا كريم مرطب ديال اليدين بالكوك، وهادي فيتاب المغنيه على التعريف ديال القدام، زوينه القدام البنات. كاين هادي وكاين هاد العسل اللي كنستعمل انا، ستوك ما لقيناش فيه هاد العسل الصراحه، كومونديت هادو. كانت هادي هي الطلبيه ديال هاد المره. دابا ان شاء الله غنجلس نقد اموراتي باش نعطي للناس لكل واحد الحاجه ديالو. كانت هذه هي زعما الكوموند ديالي د اوريفلام صراحه. بالنسبه لاوريفلام فرصه زوينه البنات، استفدت منها بزاف، اكتشفت فيها بزاف، تعلمت منها بزاف، وصراحه كتستفدي منها حتى ديك القضيه ديال لي زوفخ بحال هكا شي مواد كيكونوا غاليين كتاخذيهم شي اثمنه في شي فرص كتاخذيهم بشي اثمنه مناسبه، كتملك لك تقضي لك بالثمن ديال المستشار في الاول، يعني كتبقاي تاخذي المسائل اللي بغيتيها بواحد الاثمنه اللي هي ناقصه، وكتاخذي حتى دوك بحال دابا كتكون شي حمله اولا كيكون بحال هكا فراش الشهر كيعطيوك داك كيعطيوك معنات كيعطيوك شي مسائل باثمنه مناسبه، اولا شي بعض المرات كتكون فابور، شي بعض المرات كتخرجي حتى المعنات فابور. اوريفلام فو ريف نوتر انسبيراسيون. المهم البنات خليت كلشي فوق الطبله، لا كوموند كلشي، تفكرت بان التسالات اللي كاينه اللي كناخذ على حساب رجليا، كنخرج لي الدكتور واحد لونتي انفلاماتوار تسالالي، مشيت دابا لافارماسي. عندنا اليوم الخميس كيبقى اليوم حيت الخميس كيبقى عندنا لافارماسي حل كونتيني، يعني ما كيسدش مع 12 كيبقى حل من الصباح حتى للعشيه. صافي هذيك خديت خرجت خديت الكينه ديالي ودزت على ماما، جبت شق جاقل ديالي شي طياس، هانتوما شي طياس وشي كيعرفوا ماما كتجي تاخذ من عندي وناخذ من عندها، دزت خديت ديك الطويسات. دار الله هاد النهار البنات عندي الغداء وعندي الخبز، خرج لي هاد النهار غير هكا. المهم هادي هي الحياه ديالي هكا كنقيل، غدا جايه بحكم الخدمه ديال راجلي، يعني انا مكلفه بالزنقه بالدار بكلشي، هذا ما كان. المهم ندوز للدار نكمل معكم شي تويشيات، نسيت ما وريتكم الصنداله اللي نسيت عند بوسناضل. والمهم غندوزو دابا للدار انا غادي الله يسرني فهمتي، ونشارك معكم داكشي اللي بقى البنات. يلا دخلت تكيت فوق الصدار عييت هاد النهار منين صباح الصباح، وانا جري عليا نجري عليك من هادي لهادي لهادي. جبت خرجت مع بابا تقداو هما، جبت حتى انا شي شويه ديال الديسير كان خاصني. راكم شفتوا المهم كلشي على عينيكم هاد النهار كيما دوزتو، عييت تسهت. دابا قبل ما نحيد حوايجي قبل ما نجمع هاد الكوموند اللي عندي فوق الطبله، غنوريكم الصنادله اللي نسيت عند مصنادل، وغنوريكم نيتشي لعيبات خديت وحده اخرين. وهذا مكان البنات، وهذا هو نهاري، وهكا كندوزو تقريبا يوميا عندي هكا كيما قلت لكم عاد دابا. صافي هذا مكان. دابا نتوما العائله، يعني وليت كيعجبني نشارك معكم كيما قلت لكم كلشي، وحق الله ربي اللي عام بالمعزه ديالكم. ها نتوما البنات هذه هي الصنادله اللي قلت لكم خديت، نسيتها نيت عند مولاها، بقات فيا غير صنبالتي نسيت عند مول الصنادل، ماشي مشكل ديالنا دابا تا الغدا ونرجع عندو نجيبها. صنبله عاديه يعني غير باش نبقى نخرج وباش نبقى نتحرك وداكشي. ميديكال ها نتوما القاع ديالها هكايا القدم ديالها كي ميديكال كيتبومبا وزويونين مرتاحين. بالنسبه للرجل هادو البنات خديتها ب 230 درهم حيت هادي ميديكال البنات، ولا مارك د الخارج هادو خديتها ب 230 درهم زوينين. وباقي عاد وصيت على شي صنيدلات بالنسبه للجلالب وبالنسبه دابا البوشيطه ديالهم منين غيدخلهم لي ان شاء الله غنوريهم لكم. ونيت خرجت قضيت هاد الغرض في مره باش ما نعرفش نخرج في العشيه، دزت عند السيد اللي كنتقدم منو الحوايج وخديت هاد ليشال ديال ليكرا البنات. هاد ليشال زوينين كيشربوا العرق، يعني هما اللي كتشوفوني دابا كنديرهم بزاف مع هكا الحوايج اللي كنخرج بهم مع حويجه العصري كيشربوا لي العرق وكيجيو حتى زوينين في الشده وزوينين. هادو بالنسبه للصيف البنات، حتى بالنسبه للشتاء مبردين في الصيف وفي الشتاء ما كيديروا لا برد لا والو، يعني دافيين وكيشربوا العرق. وخديت نيت هاد الدريرات كنت مصيه شي دريرات
كنا وجدنا جلال بالبنات العيد والهذا ساعه ما كتبش مع هاد الظروف ما هذا وبقاو لي جليل بس بلا درور. يلا لقيت جوج ديال الدريرات اللي غيجوني مع الجلال اللي عندي وباقا مخموصيها على جوج وحده اخرين بالنسبه للبيزات اللي بقاو لي. كانوا هما المشتريات اللي درت هاد النهار في الصباح وكان هذا هو صباحي البنات كما شفتوه على عينيكم. هذا ما كان كنتمنى هادشي يعجبكم وعجبتني غير صنيديله واعره واعره البنات وزوينه. معنا عندي واحد المشكل في قدامي ما كيبقاو يضروني هذه حسيت بها غتنفعني ان شاء الله. البنات كنتمنى الفيديو اليوم يكون عجبكم انكم فوجت عليكم شي شويه خرجتكم معايا شفتوا المنطقه شفتوا عين توجدات كي دايره شفتوني كي كندوز نهاري نهار عادي نهار كله شغالات. هذا هو نهاري البنات ديما كندوزو هكا ما كاين غير الجرا الدار الولاد التقضيه الحانوت اللهم لك الحمد نهاري ديما عامر اللهم لك الحمد ما كنحس لا بملل لا حتى شي حاجه واخا الحمل كله مرمي عليا ولا اني زوين واخا هكاك كنحس بالنشاط اللهم لك الحمد. المهم البنات اللي عجبها الفيديو اليوم ما تنسانيش من لايك التعليق البنات واللي دخلت معايا جديده كنتمنى انها تضغط على زر الاشتراك باش يوصلها الجديد ديالي. كنموت عليكم كنحماق عليكم لانه فعلا وكالعاده قناتي بكم كطلع.